اهلا وسهلا بكل اوفياء الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم سيداتي سادتي. دائما هو الموعد اللي كتكون فيه فقرات منوعه جايه وجايبه معها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. واليوم لانه يوم اربعاء وكعاده كل اسبوع طبعا في هذا اليوم كتكون مرافقاني وحاضره معنا خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. اهلا وسهلا بك لاله خديجه. اهلا عفاف واهلا بمستمعين مستمعات الحمد لله على هذا الشتوى. الله يعطينا على قد النفع يا رب امين. هذا ما كنت منه ان شاء الله. والله يرحمنا والحمد لله. وكنشكر الطاقم التقني اللي كيبذل معنا واحد المجهود. شكرا للجميع. اهلا وسهلا. اليوم لاله خديجه فمجموعه ديال الاسئله اللي عندها علاقه بالموضه غادي نجاوبوا عليها. فغبتي لينا الاسبوع الماضي وقدمنا نعم بلاصه كبيره. كانت عندي واحد الظروف نعم. وانا قلت للمستمعين الكرام ان شاء الله غادي يعرفوها في 2015 التظاهره الكبيره اللي غتكوني حاضره ومشاركه فيها. فان شاء الله الغياب ديالي كان بصالح المستمعين والمستمعات والناس اللي كيحبوني. فهاد الغياب كان عندي اجتماع ديال قفطان 2015. ان شاء الله كنتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. غادي نشوفوا المفاجات ان شاء الله باذن الله. معاونا ان شاء الله. ما نساوش كذلك اوفياء انا فقره بريكولاج فيها اليوم مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات كتوصلنا يوميا من عند كل الاوفياء من خلال صفحه طبعا البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فاليوم عندنا اقتراحات من عند ام اسينات، من عند سهام، من عند اروى وساره، من عند اريج فرح، وكذلك من عند ايمان. ونتمنوا ان شاء الله يكفينا الوقت اليوم وندرجوا كل الاقتراحات ديالهم باش ما يبقاوش يعاتبوني. فبزاف ديال المستمعات الكريمات كتكون يعني انا عارفه العناء اللي كياخذوا كيدخلوا الصفحه ديال البرنامج وكيخليوا الافكار والاقتراحات ديالهم. فغير باش نقول المستمعين الكرام فاحنا قدر الامكان كنختاروا الافكار والاقتراحات اللي سبق وما مريناهاش يعني ما درجناهاش في البرنامج، يعني افكار واقتراحات اللي هي جديده. لانه يعني بعض مرات المستمعات الكريمات كيكونوا افكار واقتراحات اللي مروا معنا شحال من مره وزوج وثلاثه واربعه في البرنامج وذكرناهم وقمنا باعاده الادراج ديالهم. فكنمشيو نختاروا افكار واقتراحات اللي هي جديده وفيها افاده اكثر للمستمعين طبعا الكرام والاوفياء ديال البرنامج. فان شاء الله الاقتراحات اللي معنا اليوم كيف ما قلت من عند اسماء اللي هما وفيه للصفحه وكيحرصوا على التواصل معنا وكذلك يعملوا الشهاد ديالهم وكيبعثوا لنا بافكار واقتراحات اللي هي جديده دائما باش يكون كل ما هو جديد وفيه متعه وافاده للاوفياء ديال البرنامج وطبعا كل محبين ديال الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. ما تنساوش انه باب التواصل ان شاء الله معكم غادي يكون مفتوح في الجزء الثاني خلال الحلقه. وارقامنا دائما راه الاشاره هي 05 22 46 72 50 51 او 52. كيمكن لكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 الا كتبتوا كلمه ماد خليتوا فراغ صغير وبعثتوا باسئلتكم لهذا الرقم. وما تنساوش مره اخرى كنذكركم حاضره معنا اليوم خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي باش تجاوب على كل اسئلتكم اللي هي مرتبطه ومتعلقه بالموضه. غادي نبقاو لحظه مع اولى اختياراتنا الغنائيه نسمعوا ليها وراجعين. بقاو معنا برنامج سيداتي سادتي. فمرحبا بتواصلكم معنا ان شاء الله في الجزء الثاني خلال الحلقه. ولكن دابا غادي نمشيو لمجموعه ديال الاسئله اللي سبقوا مرات معنا ديال المستمعين الكرام اللي مازال كيتسناو الاجابات من عند خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. فلاله خديجه غادي نبداو باول سؤال ديال ساره من جديده. ساره اللي كانت وصلت معنا وقالت عندها 20 عام عندها توب ديال مليفه بيج بغات تعرف الفصالون الخياطه وهي بغات ديرها توب جلابه. نعم بالنسبه للمليفه بيج هو واحد التوب اللي شويه كلير على هاد لا سيزون. فإذا كانت غتلبسو غير شي لبسه عزيزه معرضه يا اما خرجه مثلا من الطوموبيل الدار من دار الطوموبيل لانه اي طبعه كتبان فيه والمليفه ما كتبغيش تصبن بزاف باش ما تحببش باش ما تكشفش دغيا. فكنقترح عليها تخيطها وتدخل فيها شويه ديال المارون ديرها بالبرشمان وديرها بالخراط. راه الخراط ولا لا غوند مود ديرها سور ميزور من جهه الكتاف ولكن غدا وكتهبط ايفازي بواحد الخريطه من 30 وتدخل فيها شويه ديال المارون وتلبسها. ولكن كنصحها لبسه عزيزه عزيزه واخا على ديك الخراط لاله خديجه وكيسول لهم بزاف ديال الناس. نعم. اش من قامه كتنصحي بها الخراط؟ واش السيده اللي كتكون عريضه الوزن ديالها زايد او للعكس السيده اللي خاص القامه ديالها تكون مقاده وما عندهاش وزن اللي هو زايد؟ وقتاش يعني الخراط كيتواتاو كيجيو في الفصاله؟ هما الخراط كاين اللي كيديروهم عاريه غير عاريه كتكون الجلابه مفصله كيف ما هي ولكن كنجيو لواحد البليصات وكنتراسيو هذوك الخراط وكندوزو عليهم طراسن ولا كندوزو عليهم شي حاجه باش كيبانوا انهم خراط. ولكن هما راه هما مقطعين شي سون با دي كوبي بلا بلا في الفصاله غير عاريه. وكاين الخراط اللي كيكونوا نيت مفصلين وملصقين بالبرشمان او لا بالطراسن او لا. فبالنسبه للخراط كيجيو مع جميع القامات وهما كيعطيو واحد الهمه للجلابه باش كتبان جلابه
مغلبه بلديه. فكنا كنديروا الكم طايح وكنديروا دوك الخراط متلتين بحال الجلابه الرجاليه، ولكن دابا ولينا رجعنا كنديروا الكتف يكون نيت على الكتف ما كيكونش طايح، وكنجيو لجهه الخراط وكنديروا الخراط، فكتجي جلابه هائله مودرن اي تراديسيونيل اون ميم طون. نمشيو هاد المره سؤال اخر ديال عائشه من اكادير في العمر ديال 24 عام، قالت هي شقره البشره ديالها بيضه بزاف وبغات جلابه شتويه، حارت ما بين الثوب وما بين الخياطه ما عرفاتش شنو اللي غيتواتى، مع العلم انه عائشه قالت بغات شي حاجه اللي هي جديده عندها المليفه بزاف. نعم، فبالنسبه للاثواب الشتويه فما ميمكنناش نخرجوا يا اما على المليفه او الفلانيل ولا الكريب دو لين ولا الملفه ولا الكشمير، فهادو الاثواب اللي كنقدروا او لا لي تيسو اكارو اللي خرجوا دابا مؤخرا راه كاينه لا مود ديالهم لي تيسو اكارو، ولكن كنصحها الا بغات ان تيسو اكارو خصها تدي عند واحد الخياط اللي ما غاديش يدير لها العيب. فانا كنقترح عليها انها تتفادى لي كارو بهذا سميتو ودير الكشمير او لا دير الملف او لا الكريب دو لين الا ما بغاتش المليفه. واللون اللي كنصحها به بما انها هي شقراء دير الموف مغلوق، فالموف مغلوق هو اللي لابسه اليوم لاله خديجه مايل لوبرجين والموف مغلوق، فكيواتي الناس اللي بغا يديروا الشقرين غادي تجيها زوينه. بالفعل نمشيو هذه المره لسؤال اخر لانه جاوبنا السؤال ديال خديجه من سطات جا، وانت كتجاوبي على السؤال ديال المستمع الكريم اللي عائشه من اكادير، لانه خديجه من سطات كانت سولات على الاثواب اللي هما دارجين هاد الموسم في الشتاء بالنسبه للاثواب ديال الجلابه. غنمشيو هاد المره سؤال اخر ديال كلثوم من وجده، كلثوم قالت عندها العرس ديالها في الاخر ديال شهر 12 ولا غوب ما غتلبسهاش الكسوه البيضاء، فهي بغات شي حاجه اللي غتعوض بها ديك الغوب ماغي ما غاداش تكون، قالت لانه البرد وما تقدرش تلبسها، فبغات منك شي نصيحه لاله خديجه باش تقدر تعوض ديك الكسوه البيضاء. فبالنسبه للكسوه البيضاء بزاف الناس ولاو كيتفاداوها ما كيلبسوهاش، لان اولا غير كتشرى اللي كيشريها كيبقى غير معلقه في البلاكار ما كيعاودش يلبسها مره اخرى اولا كتكرى. فانا بعدا ضد هذه المساله ديال الكريان، انا كتكون لابساها وحده اخرى وما عرفش. المهم انا ما يمكنليش ندخل في التفاصيل هذه. فبالنسبه للاقتراح اللي غنعطيها هي انها دير واحد اللبسه غادي دير بها فيها لا دونتيل، دير لا دونتيل دو كالي وتغلفوا بساتان دو شيس ودير واحد القفيطه من التحت، ولكن غادي تجي كلها اللبسه بيان ايفازي من التحت وغتسدها كامله حتى التحت، وغادي دير واحد لو سيرسو، هذاك لو سيرسو اللي كديروا من التحت ديال التول اللي كيعطينا لو فوليو بحال اون روب دو مارياج، غادي ديرها في لا توني ولا توني غادي ديرها عاديه بالكميمات بلو كول كيف ما بغات بالبيرلاج كيف ما بغات، غادي دير داك اللبسه وغتحضر بها في الاخر تاع العرس وغادي تخرج بها، مي ابري غادي تحيد داك لو سيرسو وغادي تحل واحد 50 عقده او لا 60 عقده غتحلها، وغادي تبقى لها اللبسه تلبسها دائما وتحضر بها في اي مناسبه بغات وما غاداش تضيع فيها. نعم، حنا مازال مواصلين لقاءنا معك خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي في حلقه اليوم برنامجكم سيداتي سادتي دائما على ميد راديو، فاصل اعلاني وراجع لكم مشوفين. ورجعنا دائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم وفي حلقه اليوم برنامجكم سيداتي سادتي، ما تنساوش انه اليوم رافقاني خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. قبل ما غادي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام ناخذوا ان شاء الله الاسئله ديالهم ونجاوبوا عليها في الحلقه سواء المكالمات اللي غتجينا او حتى الرسائل ديال الاس ام اس، غادي نمروا الفقرة بريكولاج واليوم مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. معنا أول اقتراح من عند أم أسينات، أم أسينات كتقول بالنسبة للسيدات اللي كتكون عندهم شي كمية كبيرة ديال الإبزار كيطحنوه ومن بعد كيبداو يتشكاو على أنه ديك القصوحية أو داك المذاق وديك النكهة ديال الإبزار ما بقاتش قاصحة بحال الأول، فهي كتقول ما عليكم إلا ملي طحنوا داك الإبزار كتخلوه معاه واحد 10 حتى 20 حبة هكذاك صحاح كيبقاو في الإبزار في الداخل ديالهم، هذوك هما اللي كيخليو الرائحة ديالو كتبقى قوية ومجهدة وتقدروا تستعملوه بالصحة والراحة. من بعد ام اسينات نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند سهام، سهام كتقول بالنسبه للسيدات اللي كيبقاو يتشكاو من هذوك ليطاش او الطبايع اللي كيكونوا ميدمين في ذاك الحيط اللي هو قبلت البوطه، ما عليهم الا يحضروا واحد الخليط اللي هو سهل بزاف، اول حاجه غادي ياخذوا الصابون البلدي كيدهنوهم على هذوك ليطاش او الطبايع وكيتسناو شويه واحد المده على الاقل نص ساعه ولا ساعه الا ربع، من بعد كيمشيو يخلطوا ملعقه كبيره ديال الخل الابيض مع ملعقه كبيره ديال الملحه، وكتقول من الاحسن تكون ديك الملحه الحرشه ولا الملحه الغليظه، وكيبداو ياخذوا الحلفه كيغطسوها في هذا
خليط ديال ملعقه كبيره من الخل الابيض مع ملعقه كبيره ديال الملحه، وكيبداو كيحكوا داك الصابون البلدي وكيزول معاهم دوك الطبايع اللي هما ميدمين في الحيط اللي قبلت البوطه، وما كتبقى حتى شي حاجه، وكتقول راه الحيط ديالكم كترجع فيه النقاوه وحتى اللمعان. اذا اول حاجه كندهنوا الطبايع اللي هما ميدمين في الحيط اللي قبلت البوطه بالصابون البلدي، كنتسناو شويه لمده ما بين الساعه حتى الساعه الا ربع. من بعد كنخلطوا ملعقه كبيره ديال الخل الابيض مع ملعقه كبيره ديال الملحه، وكتنصحنا سهام على انه من الاحسن تكون ديك الملحه الحرشه ولا الملحه الغليظه. ديك الساعه كناخذوا الحلفه كنبداو كنغطسوها في هذا الخليط ديال الخل الابيض مع الملحه، وكنحكوا داك الصابون البلدي اللي كنا دهناه على دوك الطبايع اللي هما ميدمين. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره دائما من عند سهام، كتقول بالنسبه للمانطات اللي ما كنستعملوهمش بزاف كنخليوهم غير للضياف اللي هما عزاز علينا وكيبقاو في البلاكار، كتقول ما فيها باس انه دوك المانطات تعملوا وسطهم صابونه اللي كتكون ديال الريحه في وسط المانطه او ما بين مانطه ومانطه. ممكن كذلك تعملوا المسك او الورد اللي كيكون يابس، كتقول راه هادو روائح كيبقاو رائعين بزاف وحسن من الرائحه ديال الخزامه والقرنفل اللي ما كيبغيوهش بزاف ديال الناس. فسيام كتقول انه كانوا جاوها ناس وشموا الرائحه ديال القرنفل والخزامه ما عجباتهمش، فهي ولات كتعوضها اما بصابونه ديال الريحه او لا المسك او لا حتى الورد اللي هو يابس، وكديروا مع شكل كموسات ولا صريرات وكتخليهم وسط المانطات. كتنصحنا سيام كذلك بالنسبه للسرابيس ديال الكوزينه اللي كيكونوا عندنا بزاف واحد 10 ولا اكثر، فكتقول كل مره كنبقاو نستعملوا غير وحده ولا زوج، هما اللي كتوسخ كنبدلوها. فكتقول هذوك السرابيس اللي كيبقاو ديال الكوزينه باش كذلك هما تكون فيهم ريحه زوينه، ما علينا الا نعملوا فيهم صابونه ديال الريحه، ولكن من الاحسن تكون محكوكه، ماشي نبقاو نديروا كل صابونه مثلا في سربيته وحده، غير خصنا بزاف ناخذوا غير صابونه وحده كندوزوها في الحكاكه ديال اليد، وديك الساعه كنبداو ناخذوا كميه من ديك الصابونه وكنديروها في صريرات وكنوزعوها على دوك السرابيس ديال الكوزينه اللي غنخليوهم عندنا في المجوره اولا في بلاكارات. غادي نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند اروى وساره، فهي كتقول نصيحتي لكل الناس اختي عفاف، كتقول انا جربت كذلك بالنسبه للمشكل ديال امداد المعجون ديال الاسنان وعطاني نتيجه، وكتقول انا اجتهدت ولقيت اقتراح اخر وبغيت حتى انا نتشاركه معكم. بالنسبه للمداد الى طاح على الزربيه ولا الموكيط، ما عليكم الا تستعملوا ديسولفون داك المزيل ديال طلاء الاظافر، كتخويو على الطبعه ديال المداد، كتسناو المده ديال ساعه، وديك الساعه كتمسحوا بشي طرف ديال الثوب اللي كيكون مفزق بالماء سخون. اذا الى طاح المداد على الزربيه ولا الموكيط شنو كنديروا؟ كناخذوا ديسولفون اولا مزيل طلاء الاظافر الماء ديال الصباغه باش كنمسحوا الصباغه ديال الضفران، كنديروه على الطبعه وكنتسناو المده ديال ساعه. ديك الساعه كناخذوا شيفونه اللي كتكون مفزقه بالماء سخون وكنبداو كنمسحوا، كتقول راه المداد ما كيبقاش الاثار ديالو في الزربيه ولا الموكيط. غادي نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند اريج فرح، وكتقول الا بغينا نحافظوا على داك الموس ديال الخلاط الكهربائي ويبقى كيطحن مزيان، ما علينا الا ناخذوا الملحه اللي كتكون قاصحه شويه وديك الملحه الغليظه وكندوزوها في داك الخلاط الكهربائي، كتقول راه كترجع ديك الحده ديال داك الموس ديال الخلاط الكهربائي وكيبقى كيطحن مزيان. وكتنصحنا على انه البصله راه هي اللي كتخلي على انه داك الموس ديال الخلاط الكهربائي ما كيبقاش ماضي، فلذلك كتنصحنا اريج فرح لانه البصله من الاحسن اما نشلضوها غير بالموس نقطعوها بيدينا ولا ندوزوها في الحكاكه وما نستعملوهاش في الخلاط الكهربائي، لان هي اللي كتخلي داك الموس ما كيبقاش ماضي وما كتبقاش فيه ديك الحده. نمشيو لاقتراح ثاني من عند اريج فرح هذه المره، كتقول بالنسبه للهريسه بزاف ديال البيوت المغربيه كيبغيو داك المذاق ديال الهريسه مع الطاجين في بعض الانواع ديال الشهيوات، وكيتقداوها بكميه اللي هي كثيره، مثلا ديال العبار كتوصل حتى الكميه ديال 500 غرام ولا كيلو كيجيبوها. فكتقول باش يحافظوا على النكهه ديال الهريسه وفي نفس الوقت يعني ما تخسرش كتبقى عندهم مده طويله، اشنو كيديروا؟ ما عليهم الا ياخذوا واحد الملعقه ديال الكيتشوب وكيضيفوها مع كل رابعه من داك المقدار ديال الهريسه، يعني كل 250 غرام ديال الهريسه كنديروا معاها ملعقه كبيره ديال الكيتشوب. فكتقول راه هو اللي كيحافظ على ديك الهريسه، ما كتعفن ما كتفسد ما حتى شي حاجه مهما خليتوها مده طويله. علاش؟ لانه معروف ان الكيتشوب فيه مواد حافظه، ودوك المواد الحافظه من الكيتشوب كيمشيو للهريسه وبالتالي كتبقى عندنا مده اللي هي طويله. غادي نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند ايمان، الا بغيناه ما يلصقش اول حاجه انه كنديرو فوق نار عافيه مهيله كنرشو عليه الملحه، ومن بعد عاد كنديرو الزيت البلديه وديك الساعه كنطيبو فيه بالصحه والراحه. كتقول راه هذه الطريقه كتخلي ان الطاجين ما كيلصقش نهائيا، وانا نصيحتي دائما كنذكر بها لانه هذا السؤال كيبقى متكرر بالنسبه للاوفياء ديال البرنامج، ودائما كيسولوا الطاجين الا شريناه اول مره. اول حاجه اش كنديرو؟ كنرقدوه في الماء المده ديال ليله كامله الطاجين، وما نساوش حتى الغطا ديالو. علاش؟ باش كل مره كنعملوا داك الروه ولا المريقه في الطاجين وكنضيفوا داك الماء ما كيشربش، يعني مجرد ما كنديروا داك الماء داك الطاجين كيشرب وهكذا الماكله كتحرق. فلا، ملي كنشريو الطاجين اول مره وكنصحوا دائما على انه يكون طاجين اللي ما فيش ديك الماده اللي كيكون فيها اللمعان، لان مدير الصحه ديالنا طاجين اللي كيكون عادي مات ما فيش ديك الطبقه، فاحنا كنرقدوه في واحد البانيو تيكون عامر بالماء بالغطا ديالو، كنخليوه مرقد لمده ديال ليله كامله.
الصباح كنشفوا الطاجين ولا كنسقطروه مزيان، وديك الساعه كنديروا فيه الزيت البلديه مع الاعشاب المنسمه بحال مثلا الزعتر، بحال ورق سيدنا موسى، بحال ازير مثلا، وكنخليوهم على عافيه مهينه داك الزويته مع الاعشاب المنسمه كتغلى في داك الطاجين. فهكذا كنوليو كل مره كنطيبوا في الطاجين داك المذاق او البنه ديال الطين ما كتبقاش تمشينا للماكله، وانما كيولي يطلق داك المذاق ديال الزيت البلديه مع الاعشاب المنسمه. فتحيه طبعا لكل السيدات اللي دائما ما كيبخلوش علينا لا بافكارهم ولا باقتراحاتهم. حنا لقاءنا مازال متواصل معكم، غادي نتوقفوا لحظه مع اذان صلاه الظهر، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الاجر والثواب. ومرحبا توصلكم معنا على مد غاديو الاذاعه القريبه منكم وفي برنامجكم سيداتي سادتي على 0522 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش الرقم 50 80، كتبوا كلمه مد، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم لهذا الرقم، وعلاش لا حتى بافكاركم واقتراحاتكم تقسموها وتشاركوها معنا وفيدونا بها. غادي نمشيو قبل ما ناخذ اول مكالمه معنا لاله خديجه، معنا اس ام اس من عند مستمعه كريمه كتقول انا عندي واحد القميص اللي هو قديم مطروز في السدر في الكمام وفي الجليل، وفيه الوان بزاف، فيه غوز، فيه موف، فيه موطارد، فيه حتى الخضر، وفيه شويه ديال الصقلي. فهي بغات ديرو هو التحتاني والفوقاني دير مبره، بقى عندها مشكله لاله خديجه في داك اللون ديال المبره اللي غدير فوق هذا القميص باش يولي عندها لبسه. بالنسبه للمبره اللي غدير من فوق داك القميص اللي عندها مطروز بجميع الالوان، غتختار واحد اللون من الالوان اللي مطروز به القميص التحتاني، وغادي تاخذوا مبره وغادي في الخياطه غادي تخيطوا بجميع الالوان اللي كاينين في القميص التحتاني، وغتدخل فيه حتى الصقلي باش ما يجيش بعيد عليه بزاف، باش يجي اونصومبل اون ديغي لونصومبل مصوب كامل في دقه واحده. واخا نمشيو هذه المره لاس ام اس اخر من عند الهام من جديده، كتقول عفاك لاله خديجه عاونيني، انا عندي عيد ميلاد ديال الوليد ديالي وان شاء الله غندير فيه حفله كبيره وغندير عرض على الناس، وبغيت نعرف شي قفيطين اللي غادي يتواتل هذه المناسبه. قالت هي الشهوه ديالها في مبره بالتحتاني ديالها، بقى عندها مشكل في اللون وفي الخياطه اللي غدير، وهي البشره ديالها بيضاء. نعم غادي دير المبره في البلو بلو نوي بلو نوي او لا بلو مارين، وغادي دير القفطان التحتاني في الغوز فوشيا، قفطان ديال ساتان دو سوا في الغوز فوشيا، وغتخلي القفطان الفوقاني محلول بطبيعه الحال، وغادي تخيطو بالصقلي ابيض، وغادي تدخل فيه الحرير بالغوز فوشيا في العقيدات وفي القياطن، ولا بغات دير له شي تريزا سور لو كوتي لي دو كولور بالغوز فوشيا وبالبلو مارين، فغيجيها قفطان مزيان المناسبه روميه وخفيف، وان ميم طون كتبقى تلبسو في جميع المناسبات. تبارك الله اللي خديجه، معروف المغياج اللي كيكون ما بين هذا البلو بحال هكا، خصوصا بلو نوي مع ديجا مع غوز. انا ديجا خدمت هاد الالوان اللي كنقول دائما دائما ملي كنقترح شي لون اولا شي توب اولا شي خياطه، فراه كتكون دازت بين يديا وخدمتها وعرفتها كيفاش عاد باش كنقترحها على الناس. بطبيعه الحال هكذا ما عودتينا دائما. طبعا لاله خديجه الحجوجي غادي ناخذوا ام غزلان معنا على الخط من تازه، غتكون اول مكالمه معنا. اهلا وسهلا بك ام غزلان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. بارك الله فيك اختي عفاف، لاباس عليك؟ الحمد لله، مرحبا بالناس ديال تازه. ربي يخليك، كنشكرك بزاف على هذا البرنامج اللي كيفيد جميع السيدات والجاليه المغربيه كذلك. اهلا وسهلا ام غزلان، الله يخليك ديما السميته ديالنا في ميد راديو. يا رب امين. شكرا لك ام غزلان، مرحبا. عندي الله يخليك واحد السؤال للمصممه ديالنا. اييه عافاك، انا عندي واحد المناسبه في يناير ان شاء الله، ودابا بغيت نخيط شي قفيط هكا خفيف، المهم زويون قفيط، ما عرفتش عاد بغيت ناخذ الثوب، ما عرفتش اللون والخياطه وان نوع الثوب اللي نقدر ناخذ، عافاك الا قدرتي تمسحين. واخا لاله قولي لي، واش اللون ديالك والطول، واش غليظه واش ضعيفه، قولي لي. واللون ديال البشره ديالك ام غزلان بيضاء سمراء؟ انا ما بيضاء ما سمراء، المهم بيضاء ولا ماشي بيضاء بزاف وما سمراش. طول ما طويلاش بزاف، متر 64 هكاك. تبارك الله، متر 64 ما طويلاش، زيدي. الوزن شحال عندك ام غزلان؟ 62. تبارك الله، نجاوب على السؤال ديالك ام غزلان، شكرا اللي كنتي معنا من تازه. قبل السؤال ديال ام غزلان الا سمحتي لاله خديجه، كان السؤال ديال خديجه وحتى ديال ام هبه، فكانوا كيسولوك هما عندهم مشكل انه الوزن عندهم زايد، خصوصا في ذاك الجهه السفلى من يعني الجسم ديالهم، والوجه ديالهم ضعيف بزاف. فام هبه كتقول انا اللي شاف الوجه ديالي ما غير يعني استحاله يعرف الوزن ديالي شحال، انا كيبان الوجه ضعيف بزاف. فهي بقى عندها مشكل، شنو هما اللوينات اللي تختار اللي يعطيو ذاك التموين
تنويه ويبينوا الوجه بحال عامر شويه. نبداو بالفولار مثلا او لانه هو اقرب حاجه للوجه. هي بالنسبه الى عطيناها الالوان، الى عطيناها الالوان غادي يكونوا معاكسين للوجه ديالها. الى عطيناها الوان مغلوقه فغادي يبينوها ضعيفه، ولكن غادي نعاودوا يزيدوا يضعفوا لها وجهها. فاحنا غادي ما نمشيو نهائيا على الالوان ديال اللبس كلبس، جلابه او قفطان او شنو بغات تلبس، ولكن غنمشيو للراس ديالها وغادي نلعبوا على الفولار. إذا كانت كدير الفولار فشدات الفولار يا إما تكبرها شوية أو لدير جوج ديال الفولار واحد فوق واحد وتعمر شوية هاد الجهة الحناك ديالها بشدة ديال الفولار. أو في دارها وكنقترح عليها في دارها يعني إذا كانت دايره الفوال ولا هذا تقطع شعرها واحد اون كوب كاري افيلي باش وتقطع شويه القصر صغيره باش شويه يعطيها لو فوليوم لوجهها ويبدا يبان شويه وجهها عامر. تبارك الله عليك، بالفعل هذه الحيه اللي غتنفعهم بزاف. لاله خديجه نمشيو هذه المره باش نجاوبوا على السؤال ديال ام غزلان اللي قالت عندها مناسبه قريبه ان شاء الله غتكون في شهر واحد وبغات هي غير قفطان خفيف كيف ما شرحات، فهي كتسول على الثوب اللي غتاخذ اللون والخياطه. بالنسبه لام غزلان غادي تاخذ المبرة. دابا المبرة هي اللي ولات دابا، كنفضل تاخذ المبرة غازي اللي ولات دابا رجعات على مود. تاخذها في الكوغاي في الفير في البلوسيال في اي لون، لان هي اللون ديالها قالت لي ما هي بيضاء وما هي يعني اللون ديالها مويان ماشي يعني هذا. تاخذ البلوسيال، البلوسيال غيجي مزيان، تخيطو بالسقل الابيض ودير له البيرلاج وتلبسو. يعني هذا الاقتراح اللي غادي نعطيها في هاد لا سيزون هادي، لان ديسمبر ولا جانفي فهي مواسم الشتويه كيخصنا نلبسو فيها شي حاجه سخونه. واخا نمشيو هاد المره نتواصل مع ابتسام على الخط معنا من مدينه اكادير. اهلا بك ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكرك الاخت عفاف، كنشكرك على هذا البرنامج. العفو ابتسام، مرحبا بك. بارك الله فيك. بغيت نعطي واحد السؤال للمدام حشوجي. أيه. مرحبا بارك مدام بخير. الله يبارك فيك. لا مرحبا بك. بارك الله فيك. انا عندي انا شريت واحد الثوب في المبرة في المبرة ماغون مغلوق. أيه. ماغون. وبغيت ندير فيه جلابه الحضور ان شاء الله. وبغيتك تعطيني شي اقتراح ان شاء الله. قولي لي اللون ديالك انت كيف داير؟ انا بيضاء وفي عمري 30 سنه. نعم واضح ابتسام، شكرا. بغيتي جلابه ديال الحضور؟ بغيتها جلابه الحضور وبغيتها يكون فيها شي طريزه ولا شي حاجه. الا كنفطر كنفضل تعطيني الالوان باش نخدم الالوان ديال الطنز. وجلابه الحضور ضروري خاصك دير معها قميص من التحت. هي اصلا المبره دائما انا كنفضل يكون قميص من التحت، يكون ساتان ولا ساتان دو سوا ولا شي حاجه اللي كتجلسي باش ما كتلقايش مشكل ان شاء الله. وتقولي لنا تمنى فاش ندير التحت ان شاء الله. نعم. واحد السؤال اخر الا كان ممكن. أيه. انا عندي واحد التقشيطه هذه درتها، يلا درتها، المهم هي في الفوقاني ديالها في بلون كاسي ومطروزه بالطرز هكا كله من الفوق للتحت غير حدا جنب خفيفه ذاك اللون باش مطروزه بذاك الفيغ او وتحت والتحت ديالها القميص في ذاك الفيغ. وانا من تقدت التقشيطه في الاخر ما عجبنيش التحت ذاك اللون التحت، بغيت نبدل. واش نبدل ذاك اللون ذاك القميص ندير بيج بحال الفوق؟ ولكن راه الفوقاني عندك مطروز بالفيغ او في لاكولور ديال القفطان. ولكن ما عجبنيش ما بغيتوش. الا ما بغيتيش غادي تخلي نفس دي فيه واحد اللوين واحد اخر. نخلي قفطان؟ تخلي القفطان، لان ما يمكنناش ان القفطان ديجا مخدوم بالفيغ او والقفطان في الفيغ او وغنبدلو القفطان التحتاني، يعني خصنا نبدلو الطرزه الفوقانيه كامله. غادي نخليو القفطان التحتاني اللي في الفيغ او وغنخليو القفطان الفوقاني اللي تا هو مطروز بالفيغ او اللي فيه السلته هابطه حتى لتحت. وغادي نزيدو فيها واحد جوج ديال الالوان اولا نزيدو فيها البيرلاج ونزيدو فيها السقلي. واخا شكرا. اذا يتنبت ودخل يتنبت او لا الا ما عجبهاش تسد القفطان الفوقاني تسد ويبان منه غير شويه ودير الحزام مطروز بنفس السلسله اللي مطروز بها القفطان. نعم. اذا انت هذا اقتراح انه الفوقاني يتسد باش يتسد لان ذاك اللون ما عجبهاش ما يمكنش انا لا ميم كولور ما يمكنش. واخا نعم. السؤال الاول كان ديال ابتسام من اكادير لاله خديجه بالنسبه للثوب مبره ماغون مغلوق بغاتو جلابه الحضور، فشنو الاقتراح ديالك ليها في الخياطه؟ بالنسبه للاقتراح جلابه ماغون غادي ناخذ لها واحد القميص ديال ساتان دو سوا في البلون كاسي في شامبان لا كولور شامبان ما بين بلون شامبان هي واحد داك البيج اللي عاطي شويه الحموره. هذه هي لا كولور اللي غادي تمشي معاها قفطان من التحت
وغادي نطرزوها، نديروا لها الطرز الرباطي باليد. انا ما تنفضلش ان المبرة تطرز بالماكينه لانها كتمزق، بالاخص الا كانت مبرة ديال الحرير. وغادي دير فيها جوج الالوان، ودير تزيد واحد الشيء رشيشه ديال السقلي لان بغاتها للحضور، رشيشه ديال السقلي صفر. نعم، اذا الساري السقلي ساري الساري اللي هو غادي الحمريه شويه ماشي داك الصفر. نعم، والعقاد تحاول ديرهم حتى هما مزرولين بالماغون والباج وواحد شويه ديال السقلي اللي خدمت به داك الطريزات. واخا. من بعد ابتسام من مدينه اكادير، معنا سميره على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك لاله سميره. الو، اهلا وسهلا سميره. صباح الخير عليكم. صباح الخير. اهلا وسهلا، نهاركم مبروك. مرحبا، بارك الله عليكم على برنامجكم. الله يبارك فيك. مرحبا سميرة. شكرا. المهم انا نقول لك انا من المعجبين ديال الاخت خديجه بزاف. مرحبا لاله، مرحبا بك. من دائما نتبع البرامج ديالك بحال الصاله، بحال كلشي داكشي اللي كديري في المجلات كنشوفو. ربي يخليك. مرحبا. ربي يخليك. الله يخليك اخت خديجه. وي. عندي واحد التوب جاني كادو في الخزي. انا اصلا ما عنديش مع الخزي. هو توب اشمن توب كشمير. كشمير. بغيت نديرو جلابه لهاد لا سيزون هادي. وي. ما عرفتش اشنو اللون اللي غنخيطو به. نعم. واولا بعد اللون ديال بشرتي قمحيه. وكان وعندي في الطول مترو 57 والوزن 57 كيلو. 67 وعندي توب اخر ازرق بلو رويال اكارو. بلو روا اكارو. بلو بلو روا اكارو. قولي لي كارو اللي فيه بيد بول بيد كوك، كبار صغار، كيف دايرين لي كارو؟ بين وبين، ما كبار ما صغار. وانا سمعت ديجا بان الشخص اللي كيكون عنده الوزن شويه في الارداف وهذا ما خصوش يلبس الكارو نهائيا. ياك. نعم، يعني ما نديروش. لا بلا ما ندير. ما يخصي حبيبه. المهم قولي لي بعدا. وشكرا بزاف. ماشي مشكل. وباغي ناخذ شي لون اخر نصحيني به في هاد لا سيزون تاع هي. داكوغ. علاش جلابه سميره؟ توب جلابه. جلابه جلابه حبيبه. ميرسي بوكو. وبالنسبه للصاله ايفازي كنديرها الجلابه اللي درتها كنلبسها مرات نحطها ايفازي ما كتجينيش. هذاك الايفازي ولكن يمكن كتكثري في الايفازي. ماشي انا الخياط. خياط. علاش حنا كنديروا هاد البرامج؟ علاش شحال هذه وحنا كندويو البرامج ديالك؟ انا كنبغي العيالات منين يمشيو عند الخياط ديالو ديالهم يصيبهم داك الخياط انهم ديجا فاهمين وعلى بال. وتقول له الله يخليك بغيت قدا وقدا في الرباع، بغيت قدا وقدا في الجناب، بغيت قدا وقدا، لان هاد الافكار اللي كنقولوا راها مدروسه، راها درسنا فيها شحال من عام وما كنجيوش هكذا وكنعطيوها عشوائيه. راها مدروسه وراه خادمين بها وعارفين لا بياس من اللي كتخدم بهذه الطريقه اللي انا كنعطيكم، فراه كتخرج النتيجه ديالها 100%. نعم، ودائما انا خديجه كنسمع. تبارك الله عليك. شكرا لك سميره، تواصلتي معنا. وراه دائما يعني الاوفياء ديال البرنامج اللي متبعينا كيسمعوا دائما ذاك المصطلح ديال ليجيرمون ايفازي. دائما انا غادي نجاوبك على ليجيرمون ايفازي، وغادي نجاوبك على اللون الخزي اللي انت ما كتبغيهش وغادي تولي تبغيه ملي غتدخلي فيه واحد الالوان وحدين اخرين. واخا، ناخذ حليمه قبل ما نجاوب على سميره كذلك، ما نخليوهاش كتسنى بزاف حيت من بعد غادي نمشيو للفاصل الاعلاني. اهلا بك حليمه. السلام عليكم. لاله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك حليمه. مرحبا لاله. شكرا بزاف لاله على البرنامج. بغيت نسولك، عافاك اختي، عندي واحد الثوب خفيف بحال الشكل ديال الجوهره ولكن هو ماشي جوهره. وي. في النوار وفي الثقل اللي كيبان بحال الثقل. مخطط يعني. مخطط. مخطط بحال شكل جوهره. نعم. وشريت ليه ثوب ديال تحت في عادي في النوار، وبغيت نديرو جلابه للحضور. ايه. ما عرفتش نخلي واش ندير ليها الراندا ولا السفيفه ولا هو كحل. هو كحل تحت. داكوغ. والفوقاني حتى هو في الكحل وبحال لارجونتي. نعم داكوغ. صافي. ولا جات على خاطرك بالقب بكل شيء يعني. جلابه. الحضور. الحضور. وبغي قلت عندي فكره، مو واش هكذا تكون من الفوق يعني النص ديالو تقريبا كله مخيط والتحت محلول. اعطيني عافاك واش الراندا ولا السفيفه ولا باش هذا. ولا جات على خاطرك عندي واحد توب اخر في الفيغ رويال وبغيت ندير قفطان
وتوب زوين هذاك البروكار البروكار يمكن في البروكار وبغيت ندير قفطان واش نديرو بالحزام ولا بالحزام بغيت نستغلو نيت والفولار من الفولار يجي معاه من غير الكحل اللي كان ممكن وهذا البروكار فيه غير لون واحد كله بلوغوا ما فيه لا صقل لا والو فيغ رويال كله لون واحد نعم ولا كان ممكن باش من هذا عندي واحد جلابه المليفه خيطتها اللون في اللون نستوق وفي داك واحد اللون ما قدرتش نقول لك اش من لون واش بلو سيال واش تيخكوا كلير كان شويه لا موتيامات واش بغيت الفولاغ اش من فولاغ ندير معاه كذلك من غير النوار داكوغ الله يجازيكم بخير العفو شكرا لك حليمه تواصلتي معنا حنا لقاءنا مازال نتواصل مع كل اوفياء وان شاء الله نجاوبوا على كل تساؤلاتكم في الحلقه ديال اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي دائما رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي فاصل يعني نرجع لكم قوم ورجعنا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وحلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي مازال متواصله معكم وارقام تواصلنا دائما مفتوحه 0522 46 72 50 51 او 52 وكذلك الرقم 5080 غير ما تنساوش ضروري ولازم تكتبوا كلمه ماد كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم او بافكاركم واقتراحاتكم لهذا الرقم فلاله خديجه كنا توقف نفس السؤال ديال المستمعه الكريمه اللي هي سميره تواصلت معنا من مدينه الدار البيضاء واول حاجه قالت هو داك التوب ديال الكشمير اللي عندها في الخزي وقالت انا ما كيعجبنيش الخزي قلت لها لاله خديجه انا غنعطيك الخياطه واللون اللي غتخليك تبغي هذا اللون وتلبسي فهي بغات ديرها جلابه فاللون الخزي بزاف الناس ما كيهربوا منه كيهربوا من عندك الخزي الكري دوك الالوان ولكن ملي كندخلوا عليها بعض الالوان المفتوحه فكتعجبنا وكنلبسوها بافيك بليزير فبالنسبه للثوب الكشمير الخزي ديال سميره كنقترح عليها دير جلابه بالخراط وخا هي ضعيفه ديرها بالخراط ولكن ماشي دوك الخراط الكبار ديرها خراط عاديين اللي غادي يديروا لها في لو ان كار ديال تحت جلابه 45 في الايفازي بالخرطه بكل شيء 45 في الايفازي وغادي تخيطوا غادي تحيد الخزي نهائيا وغادي تخيطوا بالاورانج اورانج مغلوق مايل روج بريك داك الاورانج اللي مايل روج بريك ودير واحد الفولار ديال لاسوا اللي فيه لي دو كولور هاد الغوج بريك باش خيطات والخزي يعني الا كانت كدير الفوال ديرو فوق راسها ما كانتش كدير فوال ديرو فوق جلابه وتخيطوا بهاد الالوان فغادي تطلع لها جلابه هائله يعني مجربه هاد اللبسه هادي من بعد سميره مشو السؤال ديال حليمه اللي قالت عندها توب خفيف نوار هو مخطط قالت الشكل ديالو عامل بحال جوهره ودخل فيه حتى شويه ديال لارجونتي فهي خدات لي توب عادي حتى هو في النوار في الكحل وهي بغات ديرهم جلابه يعني الفوقاني والتحتاني نعم. فهي بقات حيره واش دير الراندا واش السفيفه يعني الخياطه عموما شنو غدير فيها يعني بما ان عندنا الثوب كحل جوهره كحله والقفطان ديالها كحل فهذا الشيء كيحتم علينا اننا ندخلوا فيه بعض الالوان غادي ندخلوا فيه غادي نديروه بالراندا الشبكه التحتانيه تكون كلها راندا بالكحل وغادي نجيو للورده اللي غادي تكون فوق الراندا وغندخلوا فيها بعض الالوان صفار زرق احمر بلوغوا فيغ هاد الالوان كلها غادي تخرج لينا داك الالوان داك اللون الاسود باش ما يبقاش كحل وكنفضل انها ما تخليهاش محلوله من التحت تهبطها كلها بشبيكه شبيكه ديال راندا ودي لها الدريس فم الكم والدريس في القب فهنا غادي تطلع لها اللبسه مزيانه واخا حليمه كان عندها سؤال اخر قالت عندها توب داك الاخضر الملكي في البروكار او البروكار فهي بغات دير قفطان واش ديروا بالحزام ولا بالحزام سولات هذه اول حاجه واشنو الفولار اللي غادي تواتى معاه من غير الكحل نعم بالنسبه للبروكار الا كان بروكار دو سوا اللي هو طايح فكنقترح عليها انها ديروا بالحزام وإلا كان بروكار اللي هو واقف من الأحسن ديروا بالحزام لأن ملي كنديروا واحد التوب اللي هو واقف وكنتحزموا عليه فكيعطينا واحد لو فوليوم اللور بزاف كبير كتبان المرا غليظة بزاف وخا كتكون محزمة كيجي داك الغلد ديال لو تيسيو في اللور وكيعطي داك الغلد بزاف وكيعطي واحد يعني واحد الصورة زعما ماشي مزيانة ما كتواتيش المرا ما كتواتيش لا سيلوات ديال المرا تبارك الله عيد لاله خديجة غير باش نأكدوا على هذه معلومة جديدة معاك اليوم بالنسبة للتوب اللي كيكون واقف أو غليظ من الأحسن ما نديروش في الحزام اولا الا بغينا نديرو فيه الحزام نديروه جوست نديروه بالخراط اولا بلي ديكوب برانسيز ونديرو هابط جوست يكون هابط جوست على لو كور ديالنا وعاد نديرو فوق منه الحزام اما الا كان توب ديال لاسوا فماشي مشكل توب ديال لاسوا بروكار دو سوا يكون توب طايح ونديرو فوقه الحزام فهو غادي يجي طايح وما غاديش يبين ليها هذاك المشكل وهذاك سولات على الفولار اللي غادي يتماشى مع هذا البروكار اللي هو في الفيغ رويال
فكنقترح عليها يا اما اللون في اللون او لا دير البلون كاسي بلوس الفيغ رويال. واخا سولات حليمه كان عندها سؤال ثالث بالنسبه للجلابه مليفه، قالت هي مخيطه اللون في اللون، هو لون عموما اللي قال زرق، هي ما عرفاش اش من درجه ديال الزرق ولكن قال زرق، شنو الفولار اللي غادي يتماشى مع هذه الجلابه؟ ما تخرجش على هذاك اللون، غتهز الجلابه وغتديها عند مول لي فولار وغتبقى تنزل لي فولار حتى غادي تلقى الفولار اللي غيوالمها وغادي تاخذه وديرو، ما تخرجش نهائيا على اللون ديال الجلابه. نعم، نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام، غادي ناخذوا سناء معنا على الخط هذه المره من مراكش. اهلا بك سناء. اهلا سي عفاف، كي دايره؟ مرحبا بك. الحمد لله، اهلا وسهلا سناء. الله يخليك، بغيت نسول المصممه واحد السؤال. مرحبا. عندي واحد الجلابه في التوب ديالها شويه غليظ شويه تاع البرد، واللون ديالها في الكحل وفيها وردات بلوسيال، وخيطتها ودار عليها الخياط شويه ضيقه، فاش خيطتها لي اصلا دار عليها ضيقه، ملي قلت ليه جبتها شويه تاع التوب قال لي ما بقاش عندي هذاك التوب، ودار لي الخياطه ديالها فيها المرمه زوينه، واحد الخياطه تعجبني بزاف هاد الجلابه، ولكن دابا ولات تجيني ضيقه ما كنقدرش نلبسها. كاين شي طريقه باش نقدر نزيد فيها ولا تولي عارضه باش نقدر نلبسها؟ نعم نجاوبك، نجاوبو ان شاء الله على السؤال ديالك سناء. شكرا. عندي واحد السؤال اخر ثاني ياك. انا يلاه تزوجت مؤخرا وجابوا لي في الهديه ديالي شي تكاش ديال هذاك الصاري ديال الشبكه، واحد في الاحمر والاخر في الصفر، وهذاك الصفر معاه الثوب التحتاني ديالو في اللامي ذاك الضوغي. هذا صاري، هذا ثوب صاري. صاري اييه معاه اللامي والاخر حمر وفيه ومعاه الثوب التحتاني ذاك العادي في حمر ذاك يكون بريو. والثوب الاحمر الصاري مصوب بسقلي صفر او الابيض؟ في مطوز بسقلي بذاك الطرز صفر. صفر نعم. والصفر في الساري صفر او لا في الساري ابيض؟ صفر. لا جوجهم صفر. لا الساري صفر معاه التحتاني في اللامي صفر. لا غير هذاك الساري اللي هو منزل فوق الثوب الصفر، اش من لون عاطي؟ عاطي الذهبي او لا عاطي الارجنتي؟ ذهبي. عاطي الذهبي. والحمر حتى هو عاطي الذهبي؟ لا الحمر احمر عادي ذاك ساتان. لا بالنسبه للساري كنتكلم على الساري، اعطي الذهبي ولا اعطي الارجنتي؟ لا الذهبي بجوجهم ذهبي. هذاك الصفر فيه صقلي بيض والحمر فيه صقلي صفر هكذاك، واحد ارجنتي واحد دوري. دوري داكوغ. ودابا شنو السؤال ديالك انا، شنو بغيتي تعرفي بالنسبه لهاد التكاشط؟ هاد التكاشط واش باقيين على الموضه؟ ممكن نخيطهم ونلبسهم عادي زعما في المناسبات الحضور ولا ما بقاوش؟ واخا نجاوبوا على السؤال ديالك سناء. شكرا اللي كنتي معنا من مراكش. وغادي تكون سناء هي اخر مكالمه غادي ناخذوا في الحلقه ديال اليوم، لانه لحظات وغادي تنتهي الحلقه ديال اليوم. لاله خديجه، بالنسبه لسناء اول حاجه سولات عليها توب ديال الجلابه اللي هو قالت الشتوي، هو كحل وفيه وريدات بلوسيال، فالمشكل اللي وقع ليها انه جلابه كانت ضيقه. ربما دائما السيده ملي كتسمع هذا المشكل وجلابه صغيره صافي قفارت كيف ما كنقولوا، علاش؟ ملي الخياط مثلا كتكون جلابه شويه واسعه كتقول كاين الحل، كاين الحل. ملي كيقول لها راه ضيقه ما عندناش لها الحل. لا كاين الحل، فالحل اللي غنعطيها هو انها غادي تحل الجلابه من القدام، غادي تحيد داك عين عقده وداك الشيء غادي تحلهم، تخلي الجلابه تلبس بحال شي سلهام او بحال شي كبوط، وغادي دير تحت منها واحد الجبادور يكون ما كيبينش في اللون ديال الخياطه اللي مخيطه به الجلابه، وغادي تبقى تلبسها تلبس جبادور من التحت، وغتبقى دير ديك الجليبه ديالها من الفوق وهي ما غاديش تضيع فيها. ما ضاعتش فيها بالفعل، خصوصا انها كيف ما قالت مخيطه ديك الخياطه اللي كتعجبها، اللي كتعجبها بالمرمه. نعم. صافي تحلها ودير من تحت منها جبادور. نعم. فماشي مشكل، تقدر دير تحت منه داك القفطان الاحمر اللي جابوا لها الناس دياولها وتخيطوا غير بواحد الضفيره اولا غير تجمعوا، لانك كتعرفي الصاري مخيط راسو غير يسفي غير الخياط يعرف كيفاش يفصل هذاك الصاري باش ما يديرلهاش فيه العيب. ف دير له عين عقده هابطين حتى لتحت واحد الضفيره رقيقه بالصاري بسقلي صاري اللي ذهبي. وبالنسبه للثوب الصفر تخلي داك اللامي تحت منه ماشي مشكل، وتخيطو بسقلي بيض كيف ما هو كاين وراه مجموع ومخيط راسو، وما عندهاش علاش يعني تلقى المشاكل، لان الصاري مخيط راسو وما غاديش يتقام عليها غالي، وغتستغلو يسفي انها تحك
فكر على الخياط انه يفصلوا ليها كوم الفو باش ما تضيعش فيه. تبارك الله عليك خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي في كل موعد طبعا كتكوني حاضره معنا كتفيدينا بالكثير فشكرا لك مره اخرى. شكرا عفاف وشكرا طاقم التقنيه والمستمعين والمستمعات والله يوفقنا. يا رب امين ان شاء الله توفيق للجميع. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي ان شاء الله موعد جديد مزيد من الافكار ومن الاقتراحات في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم في الاعداد والتقديم ومجدولين على من ادريسي اللي رافقتني في الاخراج اما سميحه. فكانت استقبال مكالماتكم شهيه طيبه الى اللقاء.